بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء ربنا، أهل الثناء والمجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله، صلوات ربنا وسلامه عليه، الرحمة المهداه والنعم المسداه والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. فلي الشرف، كل الشرف، بحضور هذه الندوة في هذا المركز العامر، في هذه المناسبة الطيبة في رمضان المبارك. وهذا الموضوع معشر الأخيار من المواضيع التي يحتاج إليها المسلم في كل وقت، ليس في رمضان فحسب، مجاهدة النفس، عنوان كبير، لكنه إن شاء الله تعالى كما سيتبين يعبر بنا إلى تزكية هذه النفس ونيل رضا الله سبحانه وتعالى. رمضان دورة روحية، دورة تدريبية لامتياز، نفحات ربنا سبحانه وتعالى تتجلى لنا في كثير من المواطن، في الصلاة، في الدعاء، في الصوم، وفي غير ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لربكم نفحات في أيام دهركم فتعرضوا لها، فلعل أحدكم تصيبه نفحة واحدة منها فلا يشقى بعدها أبدا. فإذن هي فرصة للتغيير، فرصة لاستثمار هذه المدة 30 يوما أو ما تبقى من رمضان، فرصة عظيمة. والمؤمن كيس فطن يجاهد هذه النفس، لأنه يدرك، المؤمن يدرك إدراكا أن سعادته في هذه الدنيا موقوفة على مدى مجاهدة هذه النفس. شقاء العبد في هذه الدنيا بتدسية هذه النفس. وقد قال ربنا تعالى: ونفس وما سواها. وقد أقسم الله تعالى في هذه الآية في ست مقسمات، ثم يكون الجواب بعدها: قد أفلح من زكاها. عندك: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، ونفس وما سواها. فنعم، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ثم يأتي الجواب بعد ذلك: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. فإذا السعادة، الفلاح في تزكية النفس، ومجاهدتها خطوة من خطوات تزكية النفس. الذي يتحدث عن النفس بصفة عامة كأبي حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، ذكروا أن تزكية النفس في أربع خطوات: أولها التوبة، ثم المراقبة، ثم المجاهدة، ثم المحاسبة. فنحن سنتناول فقط عنصرا واحدا من خطوات تزكية النفس، ألا وهي مجاهدتها. حينما يذنب العبد، معشر الإخوة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكت تسقط نقطة سوداء في قلبه. قال عليه السلام: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع سقل قلبه، وإن زادت تلك النكتة أو النقطة السوداء حتى تغلف قلبه. ثم قرأ النبي عليه السلام قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا الران أو هذا الوسخ هو نتيجة للذنوب. ولهذا مجاهدة النفس تحتاج أولا إلى التوبة. فإن تاب ونزع عن الذنب، توقف عن الذنب، يعني التوبة أيضا شروط. طبعا الوقت لا يسمح لأن نعرض لهذا كله، وعندنا فقط ربما 20 إلى 30 دقيقة، أليس كذلك سيدي؟ والله أنت ما زدت 10. فالتوبة أول، ثم تأتي بعدها الخطوات الأخرى. وقد سئل يوم ابن تيمية: أيهما أفضل، الاستغفار أم التسبيح؟ الاستغفار من الذنب، التوبة من الذنب، أم التسبيح والتهليل وتعظيم الله عز وجل وغير ذلك من القربات؟ قال: إن كان الثوب وسخا فأولى أن ينظف، أن يغسل،
لا نحط عليه الطيب والعطر، وهو متسخ وفيه روائح كريهة. وإن كان الثوب في الأصل نظيفا نقيا، عند ذلك نحط عليه الطيب والعطر. فلذلك دائما التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا مدخل الحديث. بعد ذلك نتحدث عن مجاهدة النفس. استقراء حينما أرجع القرآن الكريم نجد أن الله تعالى ذكر النفس وأن لها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى، النوع الأول، النفس الأمارة بالسوء. والمرتبة الثانية أو النوع الثاني وهي النفس اللوامة، ثم أخيرا النفس المطمئنة. مجاهدة النفس معنى أن نرتقي بهذه النفس الأمارة بالسوء إن وجدت إلى على الأقل أن تكون سليمة يقظة، وهي النفس اللوامة. والنفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها. أنت قد تزل قدمه، قد تضعف. النبي عليه السلام قال: إن لكل عمل شرة، لكل طاعات دفاعا وفرحا وسرورا وزيادة في الإيمان. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. هذا الدفاع وهذا قوة الإيمان قد يعقبه نقص في الإيمان. وإن لكل شرة فترة، والفترة هي الفطور، التكاسل، الانقطاع أو شيء من هذا. ثم قال عليه السلام: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. من كان تقصيره وتكاسله إلى سنة النبي عليه السلام يعالجهما بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد اهتدى. ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. مجاهدة النفس، الله تعالى ذكرها في القرآن الكريم بصيغ متنوعة ومختلفة. أذكر منها على سبيل المثال قوله تعالى، أذكر قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نقول الله تعالى قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الناس صنفان. الصنف الثاني: وأما من خاف مقام ربه ونهى، جاهد النفس ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الجنة معشر إخوة ليست رخيصة، الجنة غالية، لا بد أن تدفع الثمن الغالي كالدنيا. تشتري بقعة صغيرة أو كراء محل صغير تدفع قليل، لكن إذا أردت قصرا فارها وكذا فلا بد أن تدفع. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، من خاف بكر في الطاعات، ومن أدلج بلغ المنزل. من أدلج، من سافر بالليل، أنت تخرج بالليل اليوم مثلا بعد العشاء، والآخر يخرج للسفر بعدك بعد الفجر، أنت ستسبق. وفي الصباح يحمد القوم الصرى، في الصباح يحمد القوم الذين سافروا بالليل، استغلوا الليلة ووصلوا في الصباح، يحمدون الله تعالى أنهم قطعوا المسافة بالليل ووصلوا قبل غيرهم. فمن خاف أدلج، ومن أدلج سافر بالليل أدلج بلغ المنزل قبل غيره. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لا بد من السباق، لا بد من مجاهدة النفس. النفس بطبعها أخي الكريم كما قالت امرأة العزيز، قالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه طبيعة النفس حتى تجاهدها. ولهذا لا تعجب إذا وجدت صعوبة في الاستيقاظ لصلاة الفجر، أو حتى للصلاة، حتى الصلاة النهار، لإتيان طاعة من الطاعات، لا تعجب. إن طبيعة النفس أنها أمارة بالسوء، تفر من الخير، تفر منه، تميل إلى الشر، إلى الدعاء، إلى الكسل، تستهوي يعني الشهوات بسرعة. هذه طبيعة النفس. لكن كيف نجاهدها؟ نجاهدها بأن نخالفها. الشاعر البوصيري قديما قال: وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محاضك النصح فاتهم. إياك أن تنتصح بنصائح الشيطان وبنصائح النفس الأمارة بالسوء، فاتهم نفسك. ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. فالنفس انظر، استمع
إلى هذا الوصف الرائع. قال فالنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب رضا وإن تفطمه ينفطم. ليس هناك أم عاقلة يعني تأخذها عاطفتها أنها لن تفطم ابنها المسكين لأنه انفطمت أسبوعا أو يوما أو ساعات ثم تتركه دائما تلقمه تديار ليرضع، هذا لا يصح ولا يستقيم. وإلى شب هذا هو يرضع، يذهب إلى الروض والابتدائي ولا زال يرضع من ثدي أمه، مصيبة هذا. فلا بد إذن من الفطم. وعملية الفطم هي كما قال عليه السلام لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. لا تظن أخي الكريم أن فطم النفس أمر صعب، هو صعب وسهل. صعب لمن لم يوفق، لمن أراد أن يستغني عن الله تعالى، لكنه سهل على من يسره الله تعالى عليه، كما في الحديث السالف الذكر. وقد سأل معاذ سؤال عظيما، يا رسول الله أخبرني عن عمل يدخل الجنة ليس فقط فطم النفس ويباعدنا عن النار. قال قد سألت عن عظيم، أمر ليس بالسهل. لا، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. يقول عمر قول عمرية فيها فقه عميق كأنه طبيب كابن القيم، لأن ابن القيم رحمه الله في كتبه مدارس السالكين والفوائد وغيرهما من كتبه النفيسة كأنه طبيب نفساني بامتياز. عمر قال يوما، قال اقدعوا هاته النفوس عن شهواتها، جاهدوا هاته النفوس، لا تستجيبوا لرغائبها رغباتها شهواتها، اقدعوا هاته النفوس عن شهواتها فإنها طلعة. وإياكم أن تنزل بكم أسفل سافلين، أن تنزل بكم إلى شر غاية. ثم قال إن هذا الحق ثقيل مرير، وإن الباطل خفيف وبي، وترك الخطيئة يقول خير من معالجة التوبة. ورب نظرة زرعت شهوة، وشهوة ساعة أورثت حزنا عميقا. فلا نفيس، هذه النفس تستهويها الشهوات كما قلت، هذه الطبع ديالها. أنت من الأرض، أنت بشر، إذ قال ربك الملائكة إني خالق بشر من طين، قبض من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي نفخة علوية من الله تعالى فقعوا له ساجدين. فهذاك عناصر التراب والطين الذي فيك بها النفس ترح إلى الدنيا. ما لكم يا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الأرض تثاقل وإن منكم لمن لا يبطئن. هذه الطبيعة دي النفس البشرية. فمجاهدة النفس مطلب شرعي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا كما قال تعالى. ومجاهدة النفس لا تتوقف أبدا أبدا أبدا، لا علاقة لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالشخص. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تعبد الله تعالى وأنت تسيء الظن في نفسك وتحسن الظن بمولاك سبحانه وتعالى. مش واعبد ربك حتى يأتيك اليقين كما يذكر البعض الصوفية فيقول إذا حصلك اليقين في الله يعني سقطت عنك التكاليف فأنت من أهل الله وقد وصلت إلى اليقين المقصود في الآية أو المذكور في الآية واذكر ربك حتى يأتيك اليقين. العكس، النبي عليه السلام قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب عياذا بالله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها عياذا بالله. ابن القيم الجوزي نرجع إليه ذكر في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد طرق الجهاد بصفة عامة، فقسم الجهاد إلى أربعة أقسام. والذي يهمنا نحن مجاهدة النفس في سطرين. قال مجاهدة النفس على ما يلقي إليها الشيطان من وساوس وما يلقي إليه الشيطان أيضا من شبهات. الشيطان يلقي إلى النفس الشهوات وإلى العقل الشبهات، ندفع الشبهات باليقين
وندفع الشهوات بالصبر. ولهذا ربنا تعالى قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. بالصبر تدفع ماذا؟ الشهوات. وكانوا بآياتنا يوقنون. باليقين ندفع الشبهات. الشبهات لا بد من علم الشرعي. من خلق الله؟ فمن خلق الله؟ هذه شبهة. أو غير ذلك مما يثيره اليوم شياطين الإنس، لأن الله تعالى قال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يتعاونون ينسقون فيما بينهم، مختبرات علمية، مراكز أبحاث هكذا يسمونها، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم لإثارة الشبهات. هذه الشبهات ندفعها باليقين، فنجاهد النفس والشيطان بما يلقيه إلى النفس من شبهات، وأيضا إلى ما يلقيه الشيطان في النفس من شهوات. وذكر غير ذلك رحمه الله. أختم حتى لا أطيل بالحديث عن عنصر ضروري جدا له علاقة بالمجاهدة، وهي محاسبة النفس. لا بد للمسلم أن تكون له وقفات. الشيخ في خاطرة الصباح تحدث لنا على أن المؤمن ينبغي تكون له خلوة يختلي فيها بنفسه، وهذا أمر مهم. والنبي عليه السلام هيئه ربه تعالى في غار حراء يختلي، كما قالت عائشة في صحيح البخاري، قال: فيختلي في غار حراء الليالي ذوات العدد فترة طويلة. لا بد من محاسبة النفس. تضع لك برنامجا، ادخل الشبكة العنكبوتية انقر اكتب برنامج أسبوعي أو يومي لرمضان أو شهري، لأننا نعبد الله تعالى في شوال كما نعبده بالطعف في رمضان وفي غيره. فأنت حينما يكون عندك برنامج تستطيع أن تقيس نفسك، تحاسب هذه النفس. الله تعالى أمرنا بالمحاسبة لما قال: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أمرنا بالتقوى. يا الذين آمنوا اتقوا الله أولا، ثانيا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عملية النظر، أن تنظر نفسك وأن تنظر أنت إلى ما قدمت لغدك، والقرآن عبر عن يوم القيامة بالغد، هذه العملية لا تتم إلا بالمحاسبة، تحاسب نفسك. أرجع إلى أبي حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، تحدث عن مجاهدة النفس، تحدث عن المحاسبة. ماذا قال؟ يقول رحمه الله، واحد تصوير عجيب، لأن الناس لا يفهمون الأمور إلا بالأمثال، بالمثال يتضح المقال، خاصة إذا كان المثال في الأمور المادية ديال المال، الناس يفهمونه جيدا. حتى روي على سبيل النكتة أن إماما ساها في الصلاة، واختلف الناس هل صلى ثلاثا أم أربعا أم خمسا في العصر، وقال لهم واحد فقط، قال: عندي الخبر اليقين بأنه صلى أربعا. كل من تحدث قبله ما أقنع الإمام، كل واحد يقول: الإمام أنت صليت خمسا والدليل كذا، يقول له: لما أقنعت إلا واحدا، قال: عندي أربعة دكاكين حوانيت كل ركعة كنت أقوم بعملية حسابية، المداخيل والمصاريف، فبما أن عندي أربع حوانيت يستحيل أن تكون قد أخطأت، الحمد لله صليت أربع ركعات. مثال محاسبة كما يذكر أبو حامد الغزالي، قال: المؤمن ينبغي أن ينظر إلى الطاعات، إلى الطاعات أو إلى التكاليف الشرعية التي أمره الله عز وجل أن يأتيها كنظر التاج إلى رأس مال، وأن ينظر إلى النوافل كنظر التاج إلى الأرباح، وأن ينظر إلى المعاصي والسيئات كنظر الإفلاس أو الخسارة للتاجر. ليس هناك عاقل تاجر يقوم بمشروع فيقول: أنا والله فقط أريد من هذا المشروع أن يفلس في اليوم الأول، أنا فعلت كيت وكيت في ثلاث مطاف وأحب أن أفلس في مشروع أن تكون خسارة، لا يوجد. كما لا يوجد تاجر عاقل يقول: فقط أريد أن أحافظ على رأس مالي فقط، دخلت بعشرة أورو دائما عشرة أورو، كان ليست عنده مصاريف، دائما لا بد من أرباح، لأن عنده يعني كما يقال عنده يعني المصاريف كثيرة جدا، كراء، زوجة، أبناء، سيارة، غير ذلك.
فعلق هذا أضعف الإيمان، أضعف الإيمان أن ننظر إلى الطاعات، إلى التكاليف الشرعية التي ينبغي أن نأتيها كنظر التاجر رأس مال، رأس مالك الفرائض. الله تعالى قال في حديث قدسي: وما تقرب إلي عبدي بشين أحب إلي مما افترضته عليه، الفرائض أولا. ثم تأتي النوافل ولا بد، والنوافل تجبر النقص، العمرة مع الحج والصدقة مع الزكاة وصيام النوافل مع الصوم والنوافل الصلاة مع الصلاة إلى غير ذلك، ولا بد من النوافل. لكن إياك أن تنتقي المعاصي إلى الذنوب، فهذه خسارة عياذا بالله. محاسبة النفس وردت في الآية الكريمة التي ذكرناها من قبل، وأيضا في قوله عليه السلام قال: الكيس الكيس من دان نفسه، من حاسب نفسه، ملك يوم الدين أي يوم الحساب يوم الجزاء. الكيس من دان أي من حاسب، من دان نفسه، تحاسب نفسك حتى لا تفاجأ يوم القيامة. الله تعالى قال في خاتمة سورة الزمر: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة أن أرجع إلى الدنيا فأكون من المحسنين، إلى آخر الآية الكريمة. لا، المؤمن لا، ليس كذلك. المؤمن يخطط من الدنيا لآخرته، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابد سليم، وعد نفسك من أهل القبور، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأمثلة والنماذج والصور في محاسبة السلف لأنفسهم فهي كثيرة جدا، كثيرة. كانوا ربانيين رحمهم الله ورضي عنهم، عاشوا الآخرة وهم لا زالوا أحياء في الدنيا، وبالآخرة هم يوقنون. كان أحنف بن قيس إذا همت نفسه مجرد هم مجرد هم بالمعصية يذهب إلى المصباح فيضع أصبعه على الكنديل أو على الشمعة أو على نار خفيفة فيحرق أصبعه فيخاطبها، يقول: يا حنيف، ما حملك على ما صنعت؟ ولم يصنع شيء بعد، مجرد هم، مجرد تفكير في معصية. فإذا ذاق نار الدنيا، ما هي نار الدنيا؟ لا شيء. من يعيس القى ناركم التي توقدون منها، النار التي تضع عليها يعني كذا من أواني للطبخ كذا، ليست الشمعة الأخرى اللي تشعل، جزء من 70 أو 60 جزءا كلهن مثل حرها. قال: وإن كانت لكافية يا رسول الله؟ قالت: فإنها قد فضلت، نار الآخرة زادت فضلت على نار الدنيا 69 جزءا كلهن مثل حرها. هذا نموذج الأحنف بن قيس. وآخر ثاني وثالث ورابع، هؤلاء كانوا يحاسبون أنفسهم حتى يخف عليهم الحساب يوم الآخرة، كما قال الحسن البصري: وإن قوما حاسبوا أنفسهم في الدنيا فهانت عليهم يوم القيامة. وهذا ولا شك منطق مقبول، منطق رياضي، منطق نطبقه، أننا نستعد للسفر. كانت برمج السفر ليس أسبوعا قبل شهر غش، أشهر أو كذا، وهذه حق له شيء جيد. يا أبا ذر لا عقلك التدبير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل ندبر نحن لآخرتنا؟ هل نعمل لآخرتنا؟ هذا هو السؤال. وهو رمضان فرصة مع شهر الإخوة لكي نصحح مجموعة من المفاهيم، ولكي نجاهد هذه النفس، تكون عندنا البوصلة يعني في محلها، حتى إذا من قضى رمضان نكون قد وضعنا بصمتنا كما سبق أن ذكرنا في درس سابق على رمضان، ونكون فيها قد حيينا من جديد. لكن واحد مجموعة من الأحاديث النبوية نجد فيها الولادة الجديدة كالحج، فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع أو خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أنت أيضا يمكن أن تكون لك ولادة جديدة إن شاء الله تعالى في رمضان، لا أقول في شوال، فأكتفي بهذا القدر. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأشكركم على صبركم وعلى حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.